مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة لدراسة آخر التطورات في ليبيا دون إصدار أي بيان رسمي عقب هذه الجلسة. مصادر دبلوماسية قالت إن أعضاء المجلس استمعوا لإفادة من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزميري دي كارلو دون إعطاء أي تفاصيل إضافية. وأثارت الجلسة والظروف التي أحاطت بها تساؤلات حول الدور الدولي في ليبيا، حيث يبدو أن جهود الأمم المتحدة بدأت تفقد زخمها ولا تملك تأثيراً قوياً على أطراف الأزمة. كما يؤشر الانسداد الذي تشهده الأزمة الليبية على خلافات عميقة بعد انتهاء جولة المحادثات الليبية التي شهدتها العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً دون تحقيق اختراق حقيقي. أما على الأرض فتستمر الخلافات السياسية لتهيمن على المشهد مع تبادل للاتهامات والتهديدات بين الأطراف. فما الذي يمكن توقعه في المشهد الليبي في قادم الأيام؟ ضيوفنا في هذا المحور الليلة من بنغازي رئيس مركز تمكين للدراسات الأستاذ محمد المصباحي، من القاهرة مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية عمر الشوبكي، ومن باريس الكاتب والبحث السياسي نزار الجليدي. أهلا بكم جميعا إلى هذا الحوار. أستاذ محمد، أبدأ معك من هذه الجلسة لمجلس الأمن التي كانت جلسة مغلقة حول هذا الملف، ناقشت لربما آخر التطورات المتعلقة به. انتهت هذه الجلسة، لم نستمع إلى أي تصريح أو إلى أي بيان يؤكد على ما جرى فيها أو على نتائجها. إلى أي مدى يدل ذلك على الانسداد الذي تعيشه هذه الأزمة من جديد أستاذ محمد؟ أولا مساء الخير لحضرتك، كل عام وانتم طيبين، ولضيوفك المحترمين وإلى كل متابعيكم في كل مكان إن شاء الله. أولا نحن لا نتوقع حقيقة، أتكلم على نفسي وعلى ما أفهمه، لا نتوقع خير من مجلس الأمن ولا من الأمم المتحدة عبر تاريخها، يعني لا هي بظروفها القائمة الآن، ولا وخاصة الآن في ظروف الانقسام الدولي وفق ما حاصل الآن من تصدي في كل مكان في العالم، وبالك في ليبيا التي يريد المجتمع الدولي وبعض اللاعبين الدوليين الأساسيين الذين يريدون إطالة الأزمة في ليبيا وإطالة تمزيق ليبيا الغنيمة، ليبيا الغنية بالثروات، يريدون أن تتقاسم هكذا وتصبح ليبيا اللا دولة حتى يستطيعوا نهبها. وبالتالي لا نستطيع التعويل كثيرا، أو نزم بعدم التعويل على مقرات مجلس الأمن ولا على مقرات الأمم المتحدة إلا إذا كان هناك من هم صادقين من الدول الذين يريدون ضمان حدودهم أو يريدون ضمان موقفهم أو المنحازين إلى قضايا الشعوب، وهم قلة عبر العالم يعني. لكن الحقيقة أن ليبيا الآن هي فريسة لبعض المجموعات الدولية، وليبيا الآن تنتهش بهذا الشكل. ودليل ذلك بعدما أن تم البرلمان إقرار القانونين رقم 1 ورقم 2 بالانتخابات، وبعد أن تم الزخم الانتخابي للانتخابات وفق المقرر لها في 24 ديسمبر، ووصلت الأعداد المتقدمين للانتخابات والذين تقدموا للانتخابات أكثر من 5000 واحد في البرلمان ومن مترشح، وأكثر من 90 واحد لرئاسة الدولة من كل الناس، رغم كل ما كان يشوب هذا القانون عند بعض الناس، ولكن الناس قبلت بالقانون وتقدمت فيه. لكن المخرجات جنيف التي لم تكن مخرجات متكاملة، الأمم المتحدة التي لم تضبط ولم تحافظ على التزاماتها ومن تعهداتها التي تم الإخلال بهذا العبث الذي كون من بعد ذلك ما يسمى بالقوى القاهرة التي منعت الانتخابات في 24 ديسمبر، والذي أحبط أمال الليبيين في استعادة دولتهم واستعادة مقراتهم واختيار رئيسهم واختيار برلمان جديد يدير البلاد ويدير شؤونها القانونية ويدير شؤونها التشريعية. ما نشعر به الآن يعيدون بنا. نعم، اعذرني أستاذ محمد على المقاطعة، لكن بدي أسمع أيضا أستاذ عمر الشوبكي، بدي أسمع رأيه فيما قلت إنه اليوم لربما إنه ليبيا فريسة بعض المجموعات
الدولية، وهذا ما نتابعه، وهذا يفسر لربما الإخفاق اللي حاصل دوليا والمحاولات المتعددة المتعثرة حتى الساعة. أستاذ عمر، هي بطبيعة الحال المحاولات لم تكن فقط أممية، لم تكن فقط دولية، إنما حتى إقليمية. يعني نحن تابعنا الأسبوع الماضي سلسلة محادثات واجتماعات بين الأطياف الليبية برعاية أممية في القاهرة. كان من المنتظر خلالها أستاذ عمر أن تخرج هذه الاجتماعات لربما باتفاق على القاعدة الدستورية، لماذا لم يحصل ذلك؟ مساء الخير عليك وعلى الزملاء الضيوف وعلى السادة المشاهدين. يعني طبعا نحن أمام يعني أزمة ممتدة، أمام واقع داخلي صحيح استثمرت فيه قوة إقليمية ودولية، واقع داخلي في ليبيا، ولكن علينا أن نؤكد أنه الأزمة يعني بالأساس هي أزمة ليبية، والصراع بكل أسف يجري على أرض ليبيا، حتى لو كانت هناك كما هو معروف أطراف دولية وأطراف إقليمية استثمرت فيه. فبالقدر يعني كملاحظة عامة، بالقدر الذي يتم فيه إنجاز حد أدنى من التوافقات أو التفاهمات الليبية، نستطيع أن يعني نحجم من الآثار السلبية لأي تدخلات أممية أو إقليمية بالسالب. لكن الواقع يقول أنه كانت هناك محاولات يعني منذ اتفاق السخيرات، يعني اتفاق السخيرات جرى في بلد عربي، المحاولات الدائمة لمصر والقاهرة التي احتضنت أكثر من لقاء وقدمت مبادرة القاهرة منذ ما يقرب من عامين، ثم مخرجات جنيف وملتقى الحوار الليبي، كل ذلك انتهاء بالحوار، الحوارات التي جرت انتهت أمس حول القاعدة الدستورية. المشكلة لازالت قائمة لأنه لها شقين كما هو معروف. نحن أمام انقسام سياسي، يعني أمام انقسام سياسي ومناطقي موجود في ليبيا، وهذا ربما كان يمكن تجاوزه إذا كانت ليبيا كما ذكر الزميل من بنغازي كانت دولتها الوطنية حاضرة ومسيطرة ولديها مؤسسات موحدة، وبالتالي كان الاتفاقات التي جرت بين الأطراف المختلفة كنا سنجد مؤسسات دولة قادرة على فرض هذه الاتفاقات وتنفيذها في حيز الواقع. لكن الإشكالية هي بالفعل إشكالية مزدوجة، هي يعني حين نحل المشكلات السياسية بين الأطراف الفاعلة نأتي بعد ذلك إلى مشكلة التنفيذ، أو كيف يمكن أن نطبق هذه الاتفاقات كما أشرت منذ السخيرات وحتى اجتماعات القاهرة. يكون هناك يخرج في وجوهنا الانقسام بين المؤسسات، انقسام الجيش وهكذا. وبالتالي أنا لازال لدي أمل أنه هناك لازالت فرصة في الفترة القادمة بمزيد من الجهود التفاهم على قاعدة دستورية. احنا ستنتهي مهلة خريطة الطريق في شهر يونيو القادم، يجب قبلها ان نفكر في بدائل انتخابات تجرى. بطبيعة الحال اللقاءات ستستمر استاذ عمر، هذه اللقاءات اعذرني على المقاطعة ستستمر بعد عيد الفطر كما تم التحديد ذلك بعد انتهاء ربما اجتماع يوم أمس. أستاذ نزار، أهلا وسهلا بك أيضا معنا إلى هذا الحوار. يعني في ظل هذا الانقسام السياسي والمناطقي اللي أشار أستاذ عمر إليه، في ظل الانسداد السياسي الحاصل اليوم والمخاوف الأمنية المترتبة عن من القادر على إنقاذ البلاد، يعني من الواضح أنه الجانب الأممي أستاذ نزار أخفق في تذليل هذه العقبات الموجودة بين الأطراف الليبيين، والمشكل ليبي ليبي. أهلا وسهلا. ربما الطرف الأممي هو الذي عكر وأفسد الود بين الليبيين، لأن الليبيين جميعهم يتذكرون كيف دول الغرب وساركوزي قذف أبنائهم وأطفالهم بسلاح الناتو ذات يوم، ولكن الأمم المتحدة هو فصل من تمطيط القضية الليبية. لماذا في الكواليس؟ لماذا لم يصدر بيان؟ لأنه بصريح العبارة هؤلاء يجتمعون لثلاث نقاط مهمة جدا.
أولا الإعداد بأن تكون ليبيا هي المهر الذي سيقدم لروسيا والصين مقابل التهدئة في أوكرانيا بعد الاتفاق عن حلول أزمة، لأن ليبيا هي الممر الحقيقي الآن إلى إفريقيا، أين بدأ خط الحرير الذي يبنوه الصينيون زملاء الروس؟ هذا أولا. ثانيا في الكواليس والأمم المتحدة دون بيان، لأنهم يعدون العدة للقنابل المتفجرة الموجودة التي أتت من سوريا وأتت إلى ليبيا الآن، ولا أي طرف لا يستطيع أن يدفع لها أموال، ويريدون أن يأخذوا بهؤلاء إلى أوكرانيا، وكم هددوا من مرة بأنهم سيسلحون هذه القنابل لأنهم يعدون العدة. النقطة الثالثة، يريدون في الكواليس وفي الصمت لأنهم يريدون أن يستمر اختلاس النفط سرا في البحر الأبيض المتوسط، وجميعنا نعرف بأن في مواني مالطا وقبرص واليونان وإيطاليا النفط الليبي يمر خلص في هذه الأزمة الطاقية. لماذا العالم يصمت؟ نعم يصمت الأمم المتحدة، وهي التي أتت بمئة إخواني إلى تونس واجتمعت لتعد إلى انتخابات، وفرضت الإخوان المسلمين على الجلسة، وفيما بعد تنكرت بيبة، ونحن اليوم بين مسارين في الداخل، مسار حكومي ومسار انتخابي سياسي. لا يمكن أن يكون هناك حل. قلنا منذ البداية، قلنا منذ اجتماع القاهرة عندما كان في 6 بنود، أهم بند فيه جيش وطني ليبي مع القبائل الليبية وحوار ليبي ليبي. اليوم الغرب وكل القوى الدولية تغذي باليمين طرف ليبي وباليسار طرف ثاني، بما معناه أن فقط المائدة الليبية الداخل الليبي أهل ليبيا بعد هل استفاقوا بعد 10 سنوات من هذا الحكم الجائر للتشتيت والتفتيت في ليبيا بأن يفكروا في مصلحتهم، لأن كل العالم الآن يفكر في ارتداد الأزمة القوية. ستكون ليبيا هي المصلحة الحقيقي باعتبار أن المسألة الطاقية في شرق المتوسط وقلب شرق المتوسط هو ليبيا. ضفي إلى ذلك سيدتي نقطة مهمة ومهمة جدا الآن تدار في الكواليس في أوروبا بعد الانتخابات الفرنسية، وبعد أن يرمم مكانه المستشار الألماني، بأن أوروبا وخاصة الاتحاد الأوروبي سينزل بثقله في الموضوع الليبي والجزائري، لأنه يريد الغاز والنفط الليبي، ولكن لا يريد حلا سويا للليبيين، لأنه لا يستطيع أن ينتعش هذا الفساد الأوروبي في هذه الأزمة في تلك الرقعة إلا من خلال تشتت الليبيين نفسهم. فلا حل في ليبيا إلا بجيش وطني قوي أولا، إخراج الفاسدين على يافطة الدبيبة ثانيا، وحوار جدي وحقيقي من أجل مصلحة بلد بعد 10 سنوات عجاف حكموا فيهم الإخوان ليبيا ودمروا فيهم تونس، والآن يريدون حتى إلى الجزائر. أستاذ محمد، في مداخلة الأستاذ نزار الجليدي، الكثير من المؤشرات التي تؤكد على أنه المصالح الغربية في ليبيا كثيرة، وبالتالي من الواجب أن يتفق الأطراف الليبيين للتصدي لربما لهذه المحاولات الغربية ولإفساد هذه المخططات على ما يبدو الغربية. هل استفاق الداخل الليبي على ذلك؟ وإلى أي مدى اليوم يمكن إيجاد لربما ثوابت مشتركة يمكن البناء عليها للتوصل إلى قاعدة دستورية سليمة تجرى على أساسها الانتخابات، وإلى التوصل أيضا لحل هذا المشكل الحكومي الكبير اليوم؟ ولو سمحتي لي أنا بنحيي ما تفضلوا به الشقيقين الأستاذ جليدي والأستاذ عمرو. بصراحة هو هذا الحال، يعني ما تفضلوا به يعبر حقيقة على واقع الحال. أنا أحييهم بشكل شخصي على ما تفضلوا به، وهو تفصيل حقيقي للموضوع، أن ليبيا الآن تقدم وتزكي لما ما 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 قدمته أنا في الحديث. لكن أريد أن أشير للأستاذ عمر وللأستاذ المستمعين المشاهدين أيضا لحضرتك أن المشكل المحلي الليبي بدأت، نعم يعني بعد أن سقط صوت الرصاص في ليبيا، وهذا الجهد كان لجهد العرب والمخلصين لنا وعلى رأسها جمهورية مصر العربية حقيقة، بذلت جهد كبير جدا في وقف الحرب، وكثير من الدول يعني الآن اللي يصير فيها الآن، نحن بعد تونس ما تحررت من الطغمة الفاسدة اللي كانت فيها، والسودان كذلك. الآن نحن نعاني في معركة أكبر، وهي معركة بقاء هذا التنظيم الذي يقاتل الآن من خلال ليبيا. وهذه حقيقة يجب أن يلتفت لها العالم، لأن ليبيا الآن
والقوات المسلحة في ليبيا والأحرار في ليبيا يقاتلون نيابة عن العالم فيها. نحن أيضا من هذا الباب عندما ألتقوا الليبيين، عندما أرادت الليبيين أن يلتقوا وهناك قوة فاعلة التقت في بنغازي وتم انعقاد مجلس النواب وانعقد مجلس النواب بأغلبية ساحقة واختار حكومة ترمم ما أفسده اتفاق جنيف، اعترضت الأمم المتحدة ببعثتها واعتبرت أن ما فعله 75 شخص الذين اختارتهم الأمم المتحدة هم الصحيح، الذين 75 صح ولكن برلمان يختار حكومة لا مش صحيح، وننتظر إلى عند شهر 6 باش نشوفوا ماذا يقول بعد ذلك من 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 مقررات وماذا تريد أن تقترح علينا الأمم المتحدة وبعثتها في هذا الموضوع. الأمم المتحدة سيدتي لم تستطيع إلى عند الآن أن تكلف مبعوث لتسمي مبعوث لها في ليبيا، ما زالت تسمي بطريقة المستشارين والمستشارة. نحن نريد، ونعم أنا مع أن هذه المشكلة هو مشكل ليبي، نعم هو مشكلنا مشكل أمني، نعم هو مشكلنا كذا، ولولا أولادنا ما استطاعوا الآخرين أن، لكن شو الحاجة إلى المبعوث؟ نعم يا أستاذ محمد، خلينا نحكي حقيقة، اليوم مبعوث دولي إلى ليبيا شو مهمته؟ كيف يمكن له أن يذلل العقبات إن كان الليبيون أنفسهم يعني ما بدون يحلوا هذه المشكلة؟ في ليبيا يشرب عصير مع الإخوان المسلمين في ليبيا. أستاذ محمد، لا لا، هم يعرفوا الأمم المتحدة تحافظ على بقاء الأجسام التي لا تستطيع أن تنجح في عملية الانتخابات. هناك 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 أشياء تحافظ عليها بعض القوى وهي التي لا تستطيع أن تنجح في الانتخابات. الأمم المتحدة تعاهدت معنا بإخراج مرتزقة، هذه المرتزقة الآن وتعيد الجيش الليبي والقوة العسكرية الليبية الذي يعرقل الآن في عمل لجنة العشرة. حتى المسميات أصرت الأمم المتحدة أن تسمي لجنة الخمسة، هم 10 من القوات المسلحة العربية الليبية. نعم. بدل من تسميهم لجنة العشرة سمتهم لجنة الخمسة لكي تخلق وكأن هناك دولتين متجاورتين يديروا في في في, في اتفاق في هذا الموضوع. وهناك حرص على الآن اللجنة التي تجتمع في 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 القاهرة ومن من من 12 شخص من مجلس الدولة و12 شخص مجلس النواب هم رؤيتهم مختلفة. مجلس النواب اللجنة المكلفة منها هي بالتعديل الدستوري فقط لمراحضة التعديل الدستوري. نعم. ولجنة مجلس النواب تريد إصدار لائحة دستورية جديدة. نعم. نحن تجاوزنا هذا الموضوع. نحن مشكلتنا في تدخلات الأمم المتحدة في الشأن الليبي، ليس العكس. الشأن الليبي هو الذي حكومة الآن، وأنا أحيي الحكومة التي انتخبت من مجلس النواب التي حافظت على عدم إراقة دم الليبيين وتنتظر إلى عند الآن، لم تحاول بقدر آخر الدخول. طيب. بقوة السلاح. وهذه نقطة أيضا، هذه نقطة أيضا مسألة الخلاف الحكومي أستاذ محمد وأستاذ عمر وأستاذ نزار، تضاف إلى سلسلة من المشكلات اللي تعيشها البلاد. أستاذ عمر، اليوم يتخوف البعض من هذا الخلاف الحاصل بين دبيبة وبشاغة المستمر، إلى أي مدى يمكن لهذا الخلاف أن يدخل البلاد في متاهات جديدة لم يكن يتوقعها أحد، ويمكن أن يكون طريقا للحل؟ يعني عودة لما ذكرناه جميعا في البداية، أهمية الخطوة اختيار أو انتخاب فتحي بشاغة من خلال تفاهم بين المجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة، إنه هذا هو الواقع المحلي الليبي، هي رسالة من الداخل الليبي عكس ما شهدناه في ملتقى الحوار. يعني نجاح الحكومة هو إنه الليبيين تفهموا واتفقوا رغم الخلافات الموجودة على اختيار ودعم هذه الحكومة، وبالتالي هذا يعتبر في حد ذاته إنجاز كبير، إنه التفاعلات الداخلية في داخل ليبيا هي التي أنتجت هذه الحكومة وليس الخيار الدولي أو المجتمع الأممي. ومن هنا إذا نجح رئيس الحكومة، وهنا ما نتمنى أن يتم بشكل سلمي، يعني كما هو معروف تأجل أكثر من مرة دخوله واستلامه المقرات الحكومية حتى يكون هذا الاستلام استلام سلمي واستلام بدون إراقة دماء، وهذه مسألة مهمة يجب أن يعني تطويها ليبيا، كفى الصراعات ودماء الأبرياء الذين سقطوا وكافة ما تقوم به الميليشيات في طرابلس. وبالتالي نحن أمام فرصة حقيقية
أن يقدم الداخل الليبي والتفاعلات الداخلية في ليبيا نموذج، في حال نجاحه أنا أعتقد يمكن أن نذهب إلى الحديث عن قاعدة دستورية، عن إجراء انتخابات. جميل. وهنا طبعا كما هو معروف ستصار المشكلة الكبيرة فيما يتعلق الرئيس الجمهورية سيأتي من البرلمان أم من انتخابات مباشرة للشعب. وعلينا بس فقط أن نشير أنه مفارقة أنه خطاب الإخوان المسلمين يعني نجده يحيي النظام الرئاسي في تركيا ولكنه في تونس يرفضه وفي ليبيا يرفضه، وهذه في الحقيقة يعني تناقض صارخ حتى هذه اللحظة لا يمكن تخيله. يعني التحول الذي حدث في تركيا من نظام برلماني إلى رئاسي هذا أمر مقبول، لكن أن تتجه تونس إلى نظام رئاسي أو أن ينتخب الرئيس في ليبيا من الشعب في اتجاه نظام رئاسي ديمقراطي منتخب من الشعب، هذا في الحقيقة مسار تحفظ وهو تناقض يجب أن نضعه في عين الاعتبار حين نحلل هذا التيار. تحولات كبيرة يمكن انتظارها في خضم ما يشهده العالم أستاذ عمر الشوبكي، لكن أستاذ نزار، أستاذ عمر تحدث عن فرصة حقيقية نحن أمامها أو الليبيون أمامها الآن. هذا الحديث يتزامن أيضا مع تحذيرات كثيرة من مغبة لربما جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة في ظل ما تشهده من انسداد حاليا. إلى أين تتجه الأمور أستاذ نزار؟ وجميل عملية المكياج والتجميل والتنميق عندما نتحدث عن حكومة وأمل. نعم الأمل دائما موجود، ولكن قسما بالله إن أتينا بألف حكومة في ليبيا بتأييد من كل الأطراف، ما دام هناك سرطان حقيقي في البلد اسمه الإخوان المسلمين في ليبيا وهو سرطان دخيل مدعوم من راشد الغنوشي في تونس المرتبط ليس بالأوطان بل بالتنظيم هذا أولا، ما دامت هناك ميليشيات ودافعي أموال لها، وما دام هناك سياسيون يأتون من الخارج في ليبيا ويفتحون دكاكين إعلامية في تركيا سيدي ليدعموا التوتر، لن يكون هناك أي استقرار في ليبيا ولا يوجد أمل. ليبيا لا تحتاج إلى حكومة ولا إلى دستور ولا إلى انتخابات الآن. ليبيا الآن تحتاج إلى صف من طرهونة وغريان وتجورة والسواني والزهرة وسرت وبنغازي، جميعهم يتحدون على إجلاء ورم الإخوان المسلمين من ليبيا، أن يحرروا طرابلس من الإخوان المسلمين. من عطل الانتخابات، من عطل اجتماع تونس، من عطل اجتماع القاهرة، هم أولئك أصحاب اللحية القذرة الناتلون الذين يدعون الإسلام وهم غير المسلمون. هؤلاء الإخوان أينما حلوا. اليوم في تونس 17 رئيس حكومة و30 رئيس حكومة، ولا يقدر أي واحد أن ينجح لأن الإخوان متمددون في ليبيا، متمددون ومعهم سلاح يا سيدي الكريم، متمددون ومعهم فكر ما زال متغطرس في قبلية باقي وفي أشياء أخرى. هؤلاء حتى الحل الوحيد، الأمل الوحيد الموجود في ليبيا هو مؤسسة اجتماع القبائل. عندما تجتمع القبائل بدعم مع الجيش الوطني وبدعم من أبناء ليبيا من شرقها وغربها وقبائلها، أبناء خليفة بن عسكر، عندها سيكون هناك حل، عندها نستطيع أن نتكلم عن السياسة وعن الدستور وعن المجالس وعن كذا. ما دامت المبعوثة تأتي إلى تونس وتفرض 100 شخص وتفرض في اللجان هؤلاء الذين يدعون بأنهم ساسة وهم فقط يبيعون الوام، يبيعون نفط ليبيا في أزمة الآن، عندما الحل الوحيد أن ليبيا أن تكون رقم صعب في المعادلة الدولية القادمة، لأن المعادلة قلت لك في الكواليس يعدونها مهر لروسيا والصين، هم يريدونها مهر لروسيا والصين مقابل هدنة بمكان آخر. إذا اتفق هؤلاء من طرهونة إلى رجدلين فإنهم سيدي وأخرجوا هذا الورم، عندها سيكون لهم سقف عالي في التفاوض مع العالم، وعندها سيفرضون أي نظام يريدونه الليبيين. ولكن ما دام هؤلاء في بوابات طرابلس والسواني وفي الزهرة وفي برغنم وهم الذين يتحكمون في البوابات وفي الأموال، وأنا أعرف ليبيا جيدا، فثق بأن لا حل دستوريا ولا سياسي سيدي مع كامل وفاق احترامي وحبي لهذا الشعب الليبي الذي لا أريد له إلا الحياة لكن بدون إخوان. والملفت اليوم أستاذ نزار أنه كل هذه التطورات أيضا تترافق مع
أزمة اقتصادية حادة يعيشها الليبيون، والحديث الآن عن أزمة نفطية كما أشرت تتفاقم، بغض النظر إن كان الهدف منها سياسي أو غير سياسي. أستاذ محمد، هل يمكن أزمة صحية؟ تماما صحية. تماما تماما، هل يمكن لكل هذه الأزمات أستاذ محمد أن تدفع الليبيين إلى التوافق أو للتحرك داخليا بشكل جدي هذه المرة، أم أنه المصالح السياسية وما أكد عليها الأستاذ نزار في مداخلته الآن تتخطى كل هذه الظروف القاسية والتي قد تكون لربما الأسوأ على الشعب الليبي في مرحلة قادمة؟ لا، ما فيش خلاف. الحقيقة أن الشعب الليبي يعيش الآن معاناة حقيقية في كل الظروف، وكل الجميع سأموا، حتى المتمترسين خلف السلاح هم سأموا من القتال، ويريدون الوصول إلى حل توافقي سريع يضمن كل الليبيين. أنا أتكلم هذا الكلام نيابة على كل الليبيين، في الغرب، في الشرق، في الشمال، في الجنوب. لكن المشكلة من يريد استمرار الأزمة هو الذي لا يريد البقاء لهذا الشكل. أبواق الإعلام الذي يتكلم عليه الأستاذ نزار، الأبواق المهجورة التي ما زالت تدير الفتنة في ليبيا، الأدوات التي تدير المعركة، المرتزقة الموجودين في البلاد، القوات الأجنبية الموجودة في البلاد، كل هؤلاء جميع المجتمعين الساسة الفاسدين الذين الآن ولعوا عملاء وأصبحوا عملاء عند العدو الذي يحركهم مثل ما يحرك لعبة العرايس. هذا الذي الآن يدمر في الشعب الليبي، وهذا الذي ينهيهم. الليبيين خرجوا للانتخابات، وعاود على نفس كلامي، خرجوا للتجيب الانتخابات لأنه يريدون أنهاء الأزمة، يريدون أنهاء الأزمة سلميا وبعيدا على هذه الأشياء. الذين ألتقوا أكثر من 5 أو 6 أو 7 أنفار من المؤثرين الذين كانوا يقاتلون، باشا آغا كان في صف مقاتل قيادة في ضد القوى الأخرى والقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، ولكنهم ألتقوا من أجل ليبيا، وأصبح الآن في لقاء من أجل ليبيا. يكفي أنها في هذه اللقاءات تغيرت لغة الشرق والغرب والشمال والجنوب. الآن في لغة اسمها صف وطني، نبحث على الصف الوطني، نبحث على هذا الصف أن يكتمل، هذا العقد يجب أن يكتمل. كل أخوتنا وهلنا الذين يبحثون الآن على ليبيا تبقى أمان وسلام، نحن نبحث على السيادة لليبيا، نبحث على الاستقلال لليبيا. ما دام هناك طرف مرتبط بالغير وهناك تنظيم يبحث على مصالحه ولا يبحث على مصالح الدولة، لن تلتقي ليبيا ولن تكون ليبيا لها قائمة أبدا إطلاقا. طيب، وستصبح ليبيا دولة مهمشة في قرن الأخير. واضح أستاذ محمد. معنا يعني دقيقتين متبقيتين لهذا الحوار. أستاذ عمر، اللقاءات ستستمر كما قلنا بعد عيد الفطر، هل يمكن البناء عليها لربما لاستكمال هذا الصف الوطني اللي أشار إليه الأستاذ محمد؟ يمكن بلا شك البناء عليها، رغم تقديرنا جميعا واتفاقنا على حجم التحديات صحيح. الكبرى التي تواجه أي مسار، المسار السياسي في ليبيا. أحد العناصر الإيجابية هي أن تكون هناك حكومة جديدة. أحد العناصر الإيجابية هو إخراج المرتزقة. أحد العناصر الإيجابية هو أن يكون هناك تفاهمات بين القوى الوطنية، وأن يكون خارج هذه التفاهمات قوى التطرف والإرهاب كما هو موجود في أي مجتمع. وبالتالي أنا أتصور أن خطوة الحكومة بدلالاتها الرمزية بأنها جاءت نتيجة تفاهمات دولية داخلية ليبية هي رسالة للخارج ورسالة للقوى الدولية أن الليبيين قادرين على أن يفرضوا مسارا سياسيا وأن يختاروا حكومة ولو مؤقتة، وأن تستمر مثل هذه اللقاءات تمهيدا لخروج ليبيا من أزمتها التي فقط يعني 10 سنوات ولا زلنا بكل أسف محل كسر. شكرا جزيلا للمشاركة معنا هذه الليلة، ومع هذه الأمال نصل إلى ختام هذا اللقاء. من القاهرة مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية عمر الشوبكي، أشكر أيضا ضيفي من بنغازي رئيس مركز تمكين للدراسات محمد المصباحي، وضيفنا من باريس الكاتب والبحث السياسي نزار الجليدي على مشاركته الدائمة معنا أيضا. شكرا جزيلا. انتهت ملفات غرفة الأخبار لهذه الليلة، غدا ملفات جديدة. شكرا لمتابعتكم، وكونوا غدا على الموعد. إلى اللقاء.